بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس إسلام عبد النبي. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن إزاي أقدر أعمل تحليل إنشائي للـ Indeterminate Structures باستخدام الـ Consistent Deformation، طريقة الـ Consistent Deformation أو ثبات التشكل. قبل ما نبدأ نخش في تفاصيل أو ناخد مثال على حاجة زي كده، عايزين بس ندردش شوية كده إيه هو الكونسبت أصلا بتاع طريقة consistent deformation. طبعا احنا دلوقتي كل اللي احنا بنتعامل معاه منشآت غير محددة استاتيكيا او indeterminate structures، فبالتالي ال U اللي هي ال unknowns بتاعتي دايما بتبقى اكبر من ال equations اللي هي المجاهيل بتاعتي. لو انا جيت خدت مثال بسيط، طبعا اظن انا راسم كروكي كده على الشاشة، يعني ده رسم توضيحي قبل ما اخش في المسائل. يعني لو انا جيت خدت مثال بسيط جدا كده، كاميرا، الكاميرا دي فيكسد وفيها رولر في الاخر اللي هي ال ABD وعليها اي حمل موزع وليكن W طن على المتر الطولي. لما اجي ابص على الرياكشنات بتاعت الكاميرا دي هلاقي الفيكسد سبورت ليها 3 رياكشنات، اكس اي واي اي والام عند الاي او العزم اي، وهلاقي ان عند السبورت بي في رياكشن ممكن اسميه واي بي بس انا عايز اسميه اكس، وهنقول ليه هنسميه اكس لمجرد مسمى يعني مش اكتر، وهسميه اكس. تمام. طيب فده شكل الكاميرا. لو جيت ارسم شكل الديفليكشن بتاع الكاميرا دي اللي هو مرسوم بالخط الاحمر اللي احنا شايفينه قدامنا ده، هلاقي طبعا عند الفيكسد اللي بيبقى زاويه الدوران بصفر، فبالتالي الايه الكاميرا بتمشي افق شويه كده، الجزء اللي جنب الفيكسد ده ما بيتحركش، وبعد كده تبدا تنزل وترجع عند السبورت بي الكام بصفر. يعني الدلتا عند البي او الواي عند البي او الفي عند البي الديفليكشن، مش اقصد الرياكشن، الديفليكشن او الترخيم عند البي بكام؟ بزيرو. طيب بعد ما بصيت على شكل الديفليكشن بتاع الكاميرا دي، الكونسيستنت ديفورميشن او ثبات التشكل ليها اسماء تانية يعني برضو دارجة، بيسموها ساعات السوبر بوزيشن ميثود، وبيسموها ساعات اسم تاني وهو الفيرتشوال وورك ميثود، وهقول لكم ليه كل واحدة بتتسمى كده. خلينا نتكلم ليه هي متسميه السوبر بوزيشن ميثود، لان هي الكونسبت الرئيسي بتاعها معتمد على فكرة السوبر بوزيشن. انا لو مسكت الكاميرا دي، انا سميت الكاميرا الرئيسية دي بي اللي قدامنا اللي فوق دي، انا هقسمها لكامرتين، هستخدم مبدأ السوبر بوزيشن او مبدأ التراكم او التجميع اللي هو مبدأ مشهور جدا في الاستراكشر، ان اقدر اقسم الكاميرا. في الاول هاخد كاميرا عليها كل الاحمال اللي هي الفيكسد، وعليها الاحمال مثلا زي الحمل الموزع اللي عندي، وهاجي لاغي الرياكشن ده، يعني هعتبره انه مش موجود. طب انت لغيت الرياكشن، هل في داعي لوجود شكل السبورت اللي هو الانديكيشن بتاع الرولر؟ لا، ما فيش داعي، يعني طالما انا اعتبرت ان الرياكشن ده مش موجود او قيمته بصفر في الحاله دي، فبالتالي كان ما فيش سبورت هنا. فده الكاميرا رقم واحد. هجمع عليها كاميرا تانية ما عليهاش احمال خالص غير قيمه الرياكشن ده، لما اجمع بي واحد زائد بي اتنين دول المفروض يديني الكاميرا الاصليه اللي هي مين؟ اللي هي البي بتاعتي. ده مبدا السوبر بوزيشن او مبدا التراكم او التجميع المشهور جدا والمعروف فيه طبعا في الاستراكشر او التحليل الانشائي. طيب لما اجي اجمع الكاميرا دي زائد الكاميرا دي المفروض يديني الكاميرا الاصليه. كلام جميل. يديني الكاميرا الاصليه في ايه؟ يديني الكاميرا الاصليه في كل حاجه. في كل حاجه يعني ايه؟ يعني في مومنت عند نقطه، في رياكشن، في شير، في ديفليكشن، في كل حاجه. طيب انا هستخدم معادله الديفليكشن ببساطه كده. لما اجي ارسم الديفليكشن بتاع الكاميرا بي واحد دي من غير السبورت، لان هتلاقوا طبعا ايه مع وجود الحمل هنلاقي كيرف الترخيم بينزل لتحت كده شويه، انا هسمي الديفليكشن عند النقطه دي اللي هي نقطه بي بس في الكاميرا بي واحد، هسميه دلتا واحد نوت، وبعد شويه هنتكلم ليه سميتها دلتا واحد نوت، بس ده مجرد اسم دلوقتي يعني. وهحط على كاميرا تانية اللي هي بي اتنين، احط عليها رياكشن او قيمة الرياكشن اللي هو قيمة الاكس، هيديني ديفليكشن قيمته دلتا واحد واحد. طيب تعال بص بص على الكاميرا دي، المفروض ان دلتا بي في النهاية تساوي كام؟ تساوي صفر، فبالتالي لازم المعادلة ان دلتا واحد نوت زائد اكس دلتا واحد واحد او زائد دلتا واحد واحد دلوقتي، خلينا نمشي ستيب باي ستيب كده، المفروض تطلع بتساوي كام؟ بتساوي صفر، اللي هي ده مبدا ثبات التشكل، التشكل اللي هو الديفليكشن او الديفورميشن اللي عندي. فبالتالي المفروض لما اجمع ده زائد ده يديني الكاميرا الاصليه اللي هي الديفليكشن عند البي بكام؟ بزيرو. فلما اجي نبص على المعادله دي، تعال نتناقش كده في دلتا واحد نوت دي، هل اقدر احسبها؟ اقدر احسبها بسهوله باي طريقه من طرق الديفليكشن، زي الدبل انتجريشن، زي الكونجكت بيم، زي الفيرتشوال ورك اللي احنا هنستخدمها طبعا في الطريقه دي، وهتبقى الاشهر لانها اشهر طريقه واعم طريقه وتنفع للبيم والفريم والتراسز، يعني ملهاش ليميتيشنز، فبالتالي ايه يعني الابلكيشنز بتاعتها كبيره، فدي اشهر طريقه بنستخدمها في حاله الايه كونسيدر ديفورميشن، وهي طريقه الفيرتشوال ورك. طيب اقدر احسب دي بالفيرتشوال ورك؟ اه طبعا، كاميرا عادي جدا فيكسد فري ديتيرمنت عاديه، كل اللي هعمله بحب ارسم ام نوت وارسم ام واحد والكلام الجميل ده، وهنراجعه كمان شويه، هنعمل مراجعه سريعه على التكامل والحاجات دي كلها بعد ما اخلص جزئيه الشرح الاولاني ده. فالدلتا واحد نوت هنا
هعرف احسبها بمنتهى السهولة. طيب هاجي لبي 2 دي، عايز احسب دلتا واحد واحد. عشان تحسب دلتا واحد واحد عندك مشكلة. ايه المشكلة؟ هو اكس ده بكام؟ ما انا مش عارفه، ولو عارفه ما كانش بقى فيه مشكلة، ما بقتش اصلا indeterminate، لان انا مشكلتي في الاصل ان انا عندي فيه مجهول زيادة عن المعادلات بتاعتي، فمش عارف اطلع قيمة المجهول ده بكام. فما كنتش لجأت للقصة دي كلها لو انا كنت عارف قيمة الاكس ده بكام. امال هنعمل ايه يا عم؟ الاكس ده انا هفرضه بكام؟ هفرضه بواحد طن من عندي كده، او واحد كيلو نيوتن، ايا كان اليونتس انت شغال بيها، او واحد واحد يعني يونت فورس، ايا كان الفورس دي ايه بالظبط يعني. بس يعني مبدئيا كده خلينا مثلا كتبت اللود ده بالطن، يبقى انا هنا واحد طن. تمام. طيب هتفرضوا واحد طن، كلام جميل. المفروض ان دلتا واحد نقول زائد دلتا واحد واحد في النهايه تساوي كام؟ تساوي صفر. طب تعال نفرض ارقام كده، يعني نجرب ارقام كده بال يعني بالتدريب كده. لو انا افترضت ان دلتا واحد نوت دي طلعت ب 10 ملي مثلا، اي رقم. طيب طبعا انا اعذر ان انا برسم على الايه، على يعني فري هاند كده، طلعت 10 ملي. تمام. بعد شويه يبقى المسائل موضحه اكتر بشكل اوضح ومرسومه كمبيوتر، فهتبقى اوضح شويه. طيب فدلتا واحد نوت دي ب 10 ملي. طب دلتا واحد واحد المفروض تطلع كام؟ هي المفروض تطلع 10 ملي برضه في عكس الاتجاه عشان المعادله تتحقق ويرجع لمبدا ثبات التشكل للكاميرا الاصليه. انما انت ممكن تيجي تحسبها مثلا، انا بفرض اي ارقام جدليه كده، ممكن تحسبها تلاقي طلعت 2 مللي مثلا، رقم مش مظبوط، ما يوزنش المساله. ليه ما تطلعش مظبوطه؟ لان اللي يظبط الرقم ده هو الاكس، قيمه الاكس الحقيقيه. انت مش حاطط قيمه الاكس الحقيقيه، انت فارضها بكام زي ما قلنا من شويه؟ انا فارضها بواحد طن، فبالتالي انت قيمه الاكس دي مش صح، انت حاطط قيمه من عندك، فما طلعتش رقم يقدر يظبط المعادله بتاعتي. فبالتالي لما اجي ابص على المعادله دي كده هلاقي عندي ان لو حطيت 10 زائد القيمه دي سالب 2، يعني عشان عكس الاتجاه، يعني مثلا لو افترضت الاتجاه اللي فوق ده سالب، المعادله دي مش متزنه. مش متزنه ليه يا عم؟ لان زي ما قلنا انا عندي مشكله في الاكس، ان المعادله دي مش هتساوي ايه، مش هتساوي صفر. انا عندي مشكله في قيمه الاكس، الاكس مش صح. طيب خلينا كده نفكر ببساطه، انا عايز دلتا واحد واحد تساوي كام؟ عايزها تساوي 10 ملي، عكس ال 10 اللي فوق عشان ترجع للصفر. طيب عايزها تساوي 10 مللي، كلام جميل جدا. طب عشان تساوي 10 مللي، الواحد طن اداك 2 مللي، يبقى انت محتاج كام عشان توصل ل 10؟ محتاج 5 طن، لان الواحد طن هيديني 2، يبقى لو انا كان 5 طن هيديني 10 مللي، وبالتالي ال 10 مللي عكس ال 10 مللي التانية تبقى بتساوي صفر. طب الكام دي؟ مش اللي يظبط المعادلة دي هو الرياكشن الحقيقي بتاعي؟ فانا هسمي الرياكشن ده او المجهول اللي انا هسميه اكس. فبالتالي كاني بقول دلتا واحد نوت زائد كام في دلتا واحد واحد بتساوي صفر، الكام دي انا هسميها اكس. طيب الاكس ده مش احنا لسه متفقين اللي يظبط المعادله دي ان دلتا واحد نوت زائد دلتا واحد واحد بتساوي صفر، مش هو ده قيمه الرياكشن الحقيقي؟ وبالتالي دي الفكره اللي قايمه عليها الطريقه، ودي معادله السوبر بوزيشن. بس طبعا ده الابليكيشن بتاعها لما اكون بستخدمه للديفليكشن، ان دلتا واحد نوت زائد اكس في دلتا واحد واحد تساوي صفر، اكس ده قيمه الرياكشن بتاعي. طيب ماشي، وصلنا الفكره الرئيسيه بتاعه الطريقه وازاي اشتغل. فاضل ازاي احسب الديفليكشن بتاع بي واحد، وازاي احسب الديفليكشن بتاع بي اتنين، وليه سميتهم دلتا واحد نوت ودلتا واحد واحد. فهنراجع مع بعض القصه دي. طيب هنمسك بي واحد وبي اتنين دول، ازاي اقدر احسب الديفليكشن بتاعهم؟ طبعا الرسم كله مجرد كروكي، فكره بس توضيحيه. لو انا عندي دلوقتي كاميرا بي واحد دي عايز اجيب الديفليكشن بتاعها بالفيرشوال وورك، كنا بنعمل ايه؟ كنت برسم البيننج مومنت الاصلي نتيجه الاحمال الاصليه اللي كنا بنسميه الام نوت لو تفتكروا. طبعا ام نوت مجرد رسمه مومنت الكاميرا سيمبل او اي كاميرا، انا برسم شكل عام بس كده وبظبط شكل المومنت، يعني بنستخدم برضه السوبر بوزيشن في الرسم، او بخلي مثلا خط منقط بيبقى خط سوليد وانزل البرابله تحت بحيث احول البيننج مومنت لشكل مكافئ بس باشكال منتظمه. طيب في الفيرشوال دول كنت بعمل ايه؟ كنت باجي انا عايز احسب الديفليكشن عن النقطه دي. عشان احسب الديفليكشن عند النقطه دي محتاج اعمل ايه؟ بشيل كل الاحمال واحط واحد طن مكان النقطه اللي انا عايز احطها. طب الواحد طن تفرضه لفوق تفرضه لتحت، ده اتجاه الديفليكشن اللي انت فرضه، فمش فارقه كتير، فانا فرضته لتحت مش هتفرق حاجه. هرسم المومنت، هيطلع المومنت بالمنظر ده. هي ده ام واحد دياجرام بتاعي، يبقى انا عندي ام نوت وام واحد. يبقى الدلتا واحد نوت، ليه تسمي الدلتا واحد نوت؟ لان دلتا واحد نوت دي هتساوي تكامل مين؟ تكامل ام نوت ام واحد زي زمان اللي هو جزء الفيرشوال ورك طبعا بالنسبه لاكس على اي واي. تمام.
فده معادلة الفيرتشوال ورك البسيطة دي. فهنا عشان كده سميتها دلتا واحد نوت، لأن بكامل ام نوت مع ام واحد. طب نيجي لبي اتنين، انت مقسم الكاميرا ومستخدم السوبر بوزيشن، قسمت الكاميرا الأصلية لكاميرتين. الكاميرا الأصلية اللي هي بي اتنين دي عليها أصلا ايه الحمل الأصلي عليها؟ عليها حمل قيمته 1 طن، هو الحمل قيمته 1 طن تمام؟ الاصلي اللي هو الاكس اللي انت فرضتها، فيعتبر ده الحمل الاصلي بتاعي. فلما اجي ارسم ام نوت بتاع بي 2 يطلع بالمنظر ده. طيب وفي نفس الوقت عايز احسب الديفليكشن عند نفس النقطه دي، فهشيل كل الاحمال اللي هي الواحد طن وارجع احط برضه 1 طن بمبدا الفيرشوال سيستم بتاع الفيرشوال ورك، اللي هو الواحد طن اللي انا بحطه، اليونت لود اللي بحطه، فيطلع نفس المنظر بالظبط. طب بص على دي وبص على دي وبص على ام واحد بتاع الكاميرا الاصليه، هتلاقيهم التلاته شبه ايه؟ شبه بعض. فبالتالي هل في داعي اني ارسم الكاميرا دي 3 مرات؟ لا طبعا، مفيش اي منطق والدنيا يقول ان انا اقدر ارسم او محتاج ارسم الكاميرا دي 3 مرات. فبالتالي بدل ما ارسم دي الرسمه دي 3 مرات، هرسمها مره واحده، وكاني كملت ام واحد مع نفسه. عشان كده سميناها دلتا واحد واحد، اللي هي بتساوي تكامل ام واحد مع نفسه، يعني ام واحد تربيع دي اكس على ايه؟ على الاي اي. هو ده سبب التسميه بتاعت دلتا واحد نود دلتا واحد واحد. ده الكونسبت الرئيسي بتاع السوبر، بتاع طريقه الكونسيستنت ديفورميشن. طبعا ليه عرفنا ليه سميناها كونسيستنت ديفورميشن؟ لان مبدا ثبات التشكل ان الديفليكشن يفضل ثابت، يعني في النهايه يرجع التجميع بتاع الكاميرا يرجع للشكل الاصلي بتاع الديفليكشن. ليه اتسمت السوبر بوزيشن ميثود؟ لان الكونسبت بتاعها قايم على مبدا التقسيم او التراكب او التجميع، اللي هو مبدا السوبر بوزيشن، اللي هو مبدا شهير جدا في الاستراكشن. طيب ليه اتسمت الفيرشوال ورك ميثود؟ لان زي ما قلنا غالبا احنا هنحل طبعا ديفليكشن وهنستخدم فيه الفيرشوال ورك، دي الطريقه العامه، فبرضه ساعات بيسموها الفيرشوال ورك ميثود. طيب اما اجي احل مثال، انا مش هقعد اعمل بقى في كل التوضيح والكلام ده كله، ده مجرد ايضاح للفكره كده قبل ما نبدا في الكلام. لو انا شرحت الفكره على وانس ستاتيك اند ديتيرمنت، طبعا التوايس والسي تايمز ممكن تتقسم بنفس الطريقه ويبقى فيها نفس الشغل، بس يعني مفيش داعي ان احنا نقعد نطول في الكونسبت بتاع الطريقه، يعني هنخش في الموضوع على طول. طيب لو انا جيت اتكلم على مثال بقى، ازاي اقدر احل مثال بالطريقه دي؟ قبل ما اخش في الامثله عايز ارجع نفتكر كده جزئيه التكامل بتاع الفيرشوال ورك اللي كنا اخدناه زمان قبل الترم ده، قبل الترم الانترمنت بناخد الجزء بتاع الفيرشوال ورك، كان في التكامل بتاع الرسومات او التكامل بالرسم الجرافيكال ده. طبعا لو انا عايز اكامل شكلين مع بعض، ايه القاعده العامه؟ انا هراجع مراجعه سريعه كده على التكامل قبل ما نخش في مساله، طبعا اساس رئيسي للمساله دي الفيرشوال ورك. فلو انا عايز اكامل شكلين مع بعض وليكن مثلثين، المثلث الاولاني ده طوله ال وارتفاعه a، واللي تحت طوله ال وارتفاعه b، لازم في التكامل ده يكون دايما العرض زي بعضه، يعني ده ال يبقى ده ال، ما يبقاش واحد اكبر بكتير، دايما بنقسم الاشكال وتبقى تحت بعض بالظبط تمام. طيب كان التكامل بيقول لي اول حاجه، واول حاجه في القاعده في التكامل ضرب الاشارات، يعني دايما لو انا عندي مثلا اشارات لمومنت او اشارات لكده اضرب الاشارات في بعض. الحاجه الثانيه احسب مساحه شكل من الشكلين بشرط يكون معلوم السنترويد، يعني معلوم المركز بتاعه، احسب مساحه شكله وليكن المثلث اللي فوق مثلا. فلما احسب مساحه المثلث اللي فوق يبقى قيمه التكامل طبعا اضرب الاشارات موجب في سالب، يعني الشكل ده كان سالب والشكل ده موجب، موجب في سالب هيديني سالب. طيب بعد كده احسب مساحه شكل من الشكلين، الشكل الاولاني انا حسبت مساحته اللي هو المثلث ده اللي هو نص في ال في ايه، بعد كده هنزل من المركز بتاعه، لازم يكون عارف المركز بتاعه، ادي المركز بتاعه في التلت والتلتين، هنزل من المركز بتاعه اجيب الارتفاع اللي قصاده على الشكل التاني اللي هو الحته اللي قدامنا اللي انا مشاور عليها دي تمام. طب دي بتساوي ايه؟ ممكن تجيبها بتساوي مثلثات براحتك، في طريقه سهله ان احنا نحسبها بيها، يعني لو هو مثلث وانا عايز اجيبها بقول ايه؟ دي نسبه من البي، والمركز ده فوق النسبه بتاعت الطول دي تلت ال ودي تلتين ال ال، فانت بتاخد النسبه، يعني تروح تاخد النسبه البعيده، يعني النسبه اللي على الشمال، يعني دلوقتي بحسب الطول ده نسبه من البي، طول من على اليمين، فاروح اخد النسبه البعيده اللي هو الطول اللي على النسبه اللي على الشمال، النسبه بس مش الطول، مش تلتين ال ال، لا التلتين بس، واضربها في البي، كده انا حسبت الحته دي، الحته دي فعلا بتساوي تلتين البي. لما اضرب دول في بعض ايا كان الناتج ايه، كده انا كملت الشكلين مع بعض. يبقى تاني بحسب مساحة شكل من الشكلين بشرط يكون معلوم السنترويد، انزل من المركز واجيب المسافة اللي على الشكل اللي قصاده، بس الشكل اللي قصاده ده شرط، ما ينفعش يكون حاجة متكسرة، لأن أصل الطريقة دي مبنية، وأصل العلاقة دي مبنية إن الشكل دايما يكون لينير، في شكل من الشكلين لينير، يعني خط مستقيم بداية نهاية، شكل باجي عليه المسافة، ما ينفعش يكون بارابلا، ما ينفعش كيرف، لأن الكيرف طبعا ما هوش خط مستقيم، فبالتالي شرط من شروط الطريقة إن الشكل اللي بجيب عليه بالتكامل ده، إن الشكل اللي بحسب عليه المسافة
او بنسميه احنا بالكامل عليه، ما ينفعش يبقى حاجة كيرف او حاجة بروكن، هو لاين واحد من الاول للاخر. طيب ده لو انا عندي حاجة زي كده. طب لو انا عندي مثلا يعني بعض الاشكال كده اللي ممكن نكملها مع بعض كده بالارقام، لو انا عندي بارابلا مثلا، البارابلا دي ارتفاعها 5 يعني ال W سكيو بتاعتها 8 5 والطول بتاعها 8، عايز اكملها مع مثلث، المثلث ده ارتفاعه 4 وعايز احسبه مع بعض، ده اشارتها موجب ودي اشارتها سالب. اول حاجة لما اجي اكمل التكامل بيساوي تلتين، طبعا مساحة البارابلا بتساوي ايه؟ انا كاتبها لكم على جنب اهوت، تلتين الطول ده، الكلام ده طبعا المفروض احنا عارفينه من الفيرتشوال ورك بس يعني مراجعه سريعه، تلتين الارتفاع ده في الارتفاع ده، تلتين اف بي اللي هو الارتفاع ده في الارتفاع ده، او تلتين مساحه المستطيل الذي يحتويها. لو انت رسمت مستطيل حوالين البارابلا، مساحه البارابلا بتساوي تلتينها. طيب فحسبت تلتين في 5 في 8. طيب بعد كده هنزل مركز البارابلا فين؟ مركز البارابلا في النص، هنزل اجيب المسافه اللي قصادها على الشكل الثاني اللي هي الحته دي. لما اجي انزل اجيب دي في النص بالظبط، فطبيعي انها تطلع نص الاربعه، نص الاربعه اللي هي كام؟ 2، اضربهم في بعض كده طلعت قيمه التكامل. طيب قبل ما ننزل، لو انا عندي مساحه نص بارابلا برضو اللي هي اشكال مساحات الاشكال برضو بتساوي تلتين الطول ده في الطول ده، بس طبعا البي بقى نص الطول اللي فوق، يعني كان البي قل للنص يعني، بس مركز البارابلا مش في النص، مش في التلت والتلتين او في النص، لا نص البارابلا مركزها 3 على 8 بي من الكسره بتاعتها او من النص بتاع الشطفه ده، و5 على 8 بي من الناحيه التانيه، او 5 على 8 الطول من الناحيه التانيه. طيب لو انا عندي بارابلا عايز اكملها مع مستطيل، عشان تكامل بارابلا على مستطيل برضو اوتوماتيك بقى، احنا لسه قايلين كام من شويه، البارابلا ما ينفعش اجيب عليها مسافه، فالبارابلا دي اول ما اشوفها تبقى الشكل دايما اللي بحسب مساحته من غير تفكير، فانا هنا احسب مساحه البارابلا برضو نفس البارابلا اللي فاتت، تلتين 8 في 5. لو بكملها مع المستطيل ده، هنزل من المركز بتاع البارابلا اجيب مساحه المستطيل، اجيب الارتفاع اللي قصاد على المستطيل، طبعا المستطيل المسافه اللي فيه دي ثابته، يعني لو هو 6 فالارتفاع ده 6، فطبعا موجب دائره الاشارات تلتين 5 في 8 والارتفاع ده ثابت اللي هو 6، كده كملت الشكلين دول مع بعض. طب لو عندي بارابلا وعايز اكملها مع شبه منحرف، لو بكمل البارابلا مع شبه منحرف، انت برضو عايز من مركز نص البارابلا دي تجيب هحسب مساحة البارابلا اللي هي تلتين 8 في 5، وهنزل من المركز اللي هو في النص، المركز بتاع البارابلا في النص، عايز اجيب المسافة اللي قصاده في الشبه منحرف، المسافة اللي قصاده في الشبه منحرف دي من المركز ده، الحتة دي بتساوي ايه؟ بتساوي متوسط الارتفاعين دول اللي هما ده وده، الأربعة مثلا والتلاتة بالنسبة للرسمة اللي قدامنا دي، يعني 3 زائد 4 على 2 يديه 3.5، أضرب دول في بعض كده أنا جبت التكامل بتاع الشكلين دول مع بعض. طيب لو أنا عندي بارابلا وعايز أكملها مع مثلث متكسر، في مشكلة هنا، إيه المشكلة؟ انت لسه قايل لي ان لا الشكل ده ينفع اجيب عليه المسافه ولا الشكل ده ينفع اجيب عليه المسافه، لازم الشكل اللي بجيب عليه المسافه يكون خط مستقيم. طب لما هو خط مستقيم، طب اتصرف ازاي عشان احوله خط مستقيم؟ هقسم المثلث عشان اخد منه جنب واحد اللي هو متظلل ده، الجنب المتظلل ده تمام، طيب طالما هو متظلل كده يعني سوري الجنب المظلل لما اقطعه كده بقى خط مستقيم من البدايه للنهايه، وبالتالي ينفع اجيب عليه المسافه. بس كان في شرط تاني، طالما قسمت فوق لازم اقسم، او قسمت تحت لازم اقسم فوق، لازم العرض يساوي العرض، لسه قايلين الكلام ده من شويه، طالما خدت الحته دي بقت 4 ما بقتش 8 كامله اللي هو الطول بتاع المساله كلها، لا معايا دي 4 هي كمان، وكاني حولت الشكل ده للشكل اللي على اليمين ده. طيب عايز اجيب المسافات اللي عندي، كل اللي اعمله اعمل ايه؟ اول حاجه برضو البرابلة نص برابلة مفيش فصال، لازم احسب مساحتها، تلتين الخمسه في الاربعه، انا قسمت التمانيه بقت اربعه تمام، فبقت دي مساحتها تلتين الخمسه في الاربعه، كلام جميل. هنزل من هنا من المركز بتاع نص البرابلة اجيب المسافه اللي قصادها على الشكل التاني، عشان اجيب المسافه اللي قصادها على الشكل التاني لسه قايلين الطريقه دي من شويه، هنا النسبه دي كام؟ 3 على 8، والنسبه دي من الناحيه التانيه 5 على 8، فبالتالي هحسب مساحة نص البارابلا، هنزل من المركز اجيب المسافة اللي قصادها، زي ما قلنا النسبة دي 3 على 8 ودي 5 على 8. لما اجي اجيب المسافة اللي قصادها دي، المسافة اللي قصادها دي من النسبة باخد النسبة البعيدة، يعني اروح كده اخد انا عايز اجيب دي نسبة من الثمانية اللي هي هنا دي، اروح اخد النسبة اللي على الشمال اللي هي الناحية التانية اللي هي 5 على 8 واضربها في الثمانية، كده انا جبت الطول بتاع الحتة اللي انا عايزها اللي هي دي. طيب وده اللي انا عامله هنا. طب ليه ضربت في اتنين؟ لان في نص بارابلا تانية هنا، وفي مثلث كمان تاني اهوت اللي هو ده، وفي نص البرابلة دي، اقدر ايه اعمل بنفس الطريقة، فكأني ضربتهم في كام؟ في اتنين من التماثل. طيب هل التكامل كمان ده لسه التكامل هيبقى اسهل واسهل؟ في كمان قاعدة اسمها الترابيزويدال رول او قاعدة اشباه المنحرفات. ايه بقى قاعدة اشباه المنحرفات دي؟ قاعدة اشباه المنحرفات دي قاعدة مهمة جدا جدا، وكمان بتسهل التكامل اكتر من كده بكتير كمان. يقول لك ايه بقى؟ لو انا عندي
شبه منحرف كده. شبه منحرف ده طوله ال، الطول طبعا زي ما اتفقنا العرض دايما واحد، فطوله ال، و الطول بتاعه ال سوري، والارتفاع بتاع هنا ده ايه وده بي وهنا ده سي وده دي بالرموز يعني. ومثلا الاشارات سالب في موجب. لو انا عايز اجيب تكامل شبه منحرف على شبه منحرف، قاعدة شبه منحرف بتقول لك ايه؟ الا على 6، الطول ده على 6. وطبعا ضرب الاشارات يعني سالب في موجب بالنسبه للرول اللي قدامي هتبقى سالب، لو هي يعني دي سالب او موجب على حسب الايه الاشارات. الا على 6 افتح قوس، 2 في اللي قصاد بعض يعني 2 في الايه في السي، زائد 2 في البي في الدي اللي قصاد بعض الناحيه الثانيه، زائد المقصات كده من غير 2 يعني زائد اي دي زائد سي دي او بي سي. كده انا كملت الايه، طبعا كل ده جوه القوس واضربه في الا على 6 بره. كده انا كملت الشبه منحرف ده مع الشبه منحرف ده. طيب التكامل بتاع الشبه منحرف ده مع الشبه منحرف ده برضه ليه شرط، شرطه ايه؟ لازم برضه يكون الشكل بتاعي ما يبقاش حاجه متكسره، تبقى حاجه لينير من البدايه للنهايه، ما ينفعش طبعا يبقى كيرف. عشان كده لو هتلاحظوا في الجزء الاولاني انا ركزت في الطريقه الاولانيه للتكامل، مش قاعده اشباه منحرفات اللي احنا شرحناها من شويه، الطريقه بتاعت المساحه على اشكال البرابلة كلها، لان البرابلة اصلا ما ينفعش فيها قاعده اشباه منحرفات. انما في حاجات تانية اسهل زي ترابزويدال رول للحاجات الاشكال التانية. طيب لو انا مسكت المثلث شبه منحرف على شبه منحرف، وانا كل بقى يعني مش هستخدم القاعده دي لما يجي شبه منحرف على شبه منحرف، يبقى ملهاش لازمه. ملهاش لازمه ليه؟ لان هتبقى كل فين وفين ما هيقابلك في مساله ان شبه منحرف مع شبه منحرف، انما ليها حالات كتير ممكن استخدمها. قبل بس ما انقل، ساعات بنكتب الصيغه دي 3 يعني، بدل ما هي ال على 6 اكتبها ال على 3، اشيل الاثنين من هنا يعني باخد الثلاثه عم مشترك، اشيل الاثنين من هنا واشيل الاثنين من هنا، سوري باخد الاثنين عم مشترك، اشيل الاثنين واشيل الاثنين واقسم على 2 واقسم على 2 واحولها ال على 3. الصيغه دي هي دي عشان لو شفتها في اي حته. طيب نيجي للابلكيشن بتاع قاعده اشباه منحرفات دي. لو انا عندي مثلا مثلثين، هل ينفع استخدم اشباه منحرفات؟ اه طبعا. ليه؟ لان الشبه منحرف ما هو الا او سوري المثلث ما هو الا شبه منحرف بس فيه ارتفاع بكام؟ بزيرو. يعني لو خليت ارتفاع من الارتفاعين اللي هو اتكلمنا فيهم الاي او البي او السي ايا كان الارتفاع اللي فوق دول بصفر، فكان ده شبه منحرف. فالمثلث هو حاله خاصه من الشبه منحرف فيها الارتفاعات بتساوي كام؟ بتساوي زيرو، فيها ارتفاع بزيرو. طب تعال نجرب كده. ال على 6 طبعا بالارقام، سالب في سالب بموجب، 7 على 6، 2 في 4 في 0 ملهاش لازمه، 2 في 0 في 8 ملهاش. طبعا مش عايز تكتب الكلام ده بس بوضحها. بعد كده المقصات من غير 2، 4 في 8 و0 في 0، يعني كانك بتقول 7 على 6 مضروبه في 4 في 8. كده انا كملت الشكلين دول مع بعض. طيب افرض قابلني يا عم مثلثين متكسرين من المنظر ده، ينفع استخدم فيهم القانون؟ اه، بس هتضطر تعمل ايه؟ تقسم المثلثين دول مع بعض وترجع تستخدم القانون، وبعد كده تضرب برضه في كام؟ في 2. دي يعني يمكن كل الايه الحالات المتاحه او الاشكال اللي هي ايه ممكن نستخدم فيها الشبه منحرف. ليه انا شرحت ارجع تاني بسرعه كده كل الاشكال المشكله الممكنه بتاعت البرابلة؟ لان البرابلة ما ينفعش فيها قانون الشبه منحرف، البرابلة ما ينفعش فيها غير الطريقه بتاعت البرابلة ما ينفعش فيها زي ما قلنا غير طريقه المساحة في المسافة، إنما الأشكال التانية ينفع فيها استخدم القانون، ينفع استخدم المساحة في المسافة. طب استخدم إيه؟ أنا حر يعني، ما مش فارق معايا، مش قصة بقى. الطريقة اللي أنا مرتاح ليها وبفهمها كويس وبعرف استخدمها، الاتنين يدوك نفس النتيجة في النهاية، فمفيش أي مشكلة وليك مطلق الحرية إنك تشتغل بأي سيستم أنت عايزه. فدي كانت مراجعة سريعة على الفيرتشوال ورك قبل ما نخش في تفاصيل. طيب لو أنا عندي مسألة زي كده، دي مسألة من امتحان الدكتور محمد عبد القادر في سنة 2015 2016، كان امتحان المتر. تمام، طبعا لما كان المسألة التانية اللي هي تحل بكونسيستنت ديفورميشن، بيقول لي ايه؟ فور ذا شون بيم للكاميرا اللي قدامي يوزنج ذا كونسيستنت ديفورميشنز، او زي ما قلنا ساعات بنسميها الفيرشوال وورك يعني نفس المسمى، ميثود درو ذا بيندنج مومنت دايجرام ديو تو ذا جيفن لوز، ارس البيندنج مومنت دايجرام نتيجة للأحمال الموضحة قدامي. طيب عشان ارسم البيندنج مومنت دايجرام للكلام ده هستخدم الكونستنت ديفورميشن. نيجي بقى نتكلم في سيستم حل المسألة، سيستم حل المسألة. طبعا انا اسف، ده ابني مسجل في البيت وكورونا وربنا يرفع عنا البلاء، فيعني بعتذر عن اي اصوات او اي حاجة لان عندي طفل عفريت يعني. طيب نرجع لموضوعنا. زي ما قلنا المسألة اللي عندي دي عبارة عن كاميرا فيكسد فيها رولر، مطلوب مني اني ارسم البيننج مون دايجرام نتيجه للاحمال اللي قدامي. اول حاجه لما اجي احل المساله ابص على المساله اللي عندي، احدد الاول هي كام مره ان ترم. طبعا هنا لما اجي اعد المساله دي هلاقي عندي ان الفيكسد ليها 3 رياكشنات والرولر ليها رياكشن واحد، فكأن الانونز بتاعتي هنا بتساوي 4.
طيب الايكويشنز المعادلات، دايما عندي 3 معادلات اصليين اللي هم معادلات الاتزان الاصليه، اللي هم سمشن اف اكس وسمشن اف واي وسمشن المومنت لازم يساوي صفر. طيب ساعات بيبقى في معادلات شرطيه تاني اللي هي كونديشنال ايكويشن، اللي هي لما يبقى في عندي انترميديت رينج والكلام ده، انما هنا انا ما عنديش في المساله دي اي انترميديت رينج، فبالتالي الايكويشن 3 والانونز 4، فبالتالي الفرق ما بينهم 1، يعني المساله دي وانس ستاتيكالي انديترمنت. طيب عشان احل المساله دي بقى كستبس حلها، احنا اتكلمنا شويه في الكونسبت ورجعنا للفيرتشوال ورك، ازاي احل المساله دي؟ عشان احل المساله دي لازم في الاول بختار حاجه اسمها المين سيستم. ايه المين سيستم ده؟ ببدا احول المساله من ديتيرمنت، من انديتيرمنت لديتيرمنت، تمام؟ طيب بحولها على اساس ايه؟ ببدا اشيل مجاهيل الزياده اللي عندي. هنا انا عندي مجهول واحد شغال على الوانس، فبالتالي انا عندي مجهول واحد فقط، تمام؟ طب ممكن اعمل ايه؟ ايه من سيستمز اللي ممكن نختارها؟ ممكن اختار ان الرياكشن بتاع الرولر ده يبقى هو الاكس بتاعي او المجهول بتاعي او الرياكشن اللي انا هستبعده في البدايه وانا بختار من سيستم. طب في حل تاني؟ اه في حل تاني، ان بدل ما اشيل الاكس اللي هنا دي ممكن احول الفيكسد دي لانجد، ولما احول الفيكسد لانجد كده يبقى انا استبعدت مين؟ استبعدت المومنت. فانا قدامي الحلين دول، الحلين صح، يا اما المجهول بتاعي يبقى المومنت، يا اما المجهول بتاعي يبقى الواي. في الحل اللي معانا ده، حل الدكتور محمد عبد القادر للامتحان ده، هتلاقوا الحلين موجودين وهنتناقش في الحلين، تمام؟ يعني هنوضح كل واحد بيتعمل ازاي بمنتهى البساطة كده. طيب هنبدأ بالحل الأولاني. الحل الأولاني إن زي ما شايفين المين سيستم اللي تحت ده، إن أنا اخترت الرولر سبورت إن أنا أشيلها، وبالتالي شلت رد فعل واحد. قبل بس ما ننقل، أهم حاجة في رد الفعل أو الحاجة اللي أنت هتشيلها حاجة واحدة، ما ينفعش تشيل لأكتر ولا أقل من اللي أنت محتاجه. يعني دي مسألة وانس ستاتيك indeterminate، لو شلت مجهولين بقت unstable، يبقى كده رحت في داهية كده من البداية، كده بقت المسألة كلها غلط من البداية. طيب ولو شلت، لو هي مثلا twice أو three times وشلت مجهولين، يعني شلت أقل من اللي أنت محتاج تشيله، ساعتها برضو بتفضل indeterminate وما بتعرفش تحل، فزادت المشكلة قائمة يعني. فأنت دايما لازم تشيل على قد اللي أنت محتاجه. طيب دلوقتي أنا عندي حلين، أنه أسهل أو أنه أصح؟ الاتنين صح والاتنين نسبيا سهلين، أوقات كتير جدا بيبقى في حل أسهل من التاني، إنما يعني مش بشكل مطلق، يعني على حسب ايه احنا بنعمل ايه. المسألة كلها رسم مومنت وتكامل، فممكن انت يعني تختار حل عشان يبقى رسم المومنت بتاعه اسهل، التكامل بتاعته اسهل قدر المستطاع. في الاول ما بتبقاش تحكم على الكلام ده، لكن عشان تعرف تحكم على الكلام ده لازم بالتمرين، ان انت تحل كذا مسألة وتحلها بكذا سيستم، بحيث ان انت تبدأ تعمل مقارنة وتشوف ده اسهل امتى وده اسهل امتى. يعني بدي نفسك دقيقة كده وانت بتفكر في المسألة، يا ترى هو انه سيستم اسهل. طبعا عشان دي مسألة سيمبل قوي، يعني تعتبر يعني اسهل انواع المسائل، فالحلين هنا سهلين، بس يعني انا بتكلم بشكل عام مش شرط المسألة دي يعني. وهيقابلنا مسائل كتير في الفيديوهات اللي جاية. يمكن الفيديو ده هنكتفي بالبيم يعني كفكرة وكمراجعة الفيرتشوال ورك والكونسبت، وهنعمل فيديو تاني للفريم وفي التراسز، هنتكلم برضو في حلول بتبقى موجودة وليه بنختار الحل اللي احنا بنختاره على اساس ايه كسهولة. طيب في كل الاحوال اخترت حل سهل او اخترت حل صعب، اهم حاجة انه يكون ستيبل، اهم حاجة انه يكون مفهوش مشكلة وانت بتحل. يعني ممكن تكون اخترت حل اصعب شوية بس ما زلت ماشي صح، انما لو اخترت حل انستيبل او شلت حاجة غلط من البداية يبقى انت كده بوظت المسألة من اول. طيب هنا احنا هنمشي في الاول على الحل الاولاني، ان المجهول بتاعي هو مين؟ هو الاكس اللي هنا، اللي هو الواي بتاع البي، هيعتبر هو الاكس بتاعي، وده المين سيستم اللي احنا اخترناه. في الاول هرسم بني مون دياجرام. طبعا التكامل بتاع الاشكال دي ليها تكاملين، يعني يمكن احنا عندنا الشكل ده اللي ممكن نتعامل ليه، البرابلة دي. البرابلة دي لو انا عايز احل بيها زي ما هي مرسومة كده، طبعا رسمة المومنت في الاول هيبقى هنا صفر، وهنا هاخد السكشن ده من على اليمين، هيبقى عندي 50 في 8 في 4، بتلف كده يعني دي للسهم فين؟ لفوق. 50 في 8 تركيز الحمل الموزع، وبعد كده هضربها في 4 اللي هي نص المسافة، يديني المومنت اللي هو 1600 كيلو نيوتن في المتر ده. طيب وطبعا لو انا عملت رسمت رسمة المومنت اكزاكتلي يعني وصلنا الخط منقط وعلقت البرابلة، هيطلع المنظر عامل كده. فادي الداش او خط الداش مثلا، ومن الخط الداش بنزل البرابلة بتاعتي، يديني المنظر ده. الشكل ده ممكن اتعامل معاه، فك يعني ليه مساحة معروفة برضو، وده اللي حله الدكتور محمد عبد القادر حله. انما انت ممكن تحل برضو برسمة المومنت ازاي، ان انت هتخلي 1600 لفوق وتخلي خط منقط ده خط حقيقي وتنزل البرابلة تحت.
انا بفضل الحل ده عشان ده حل عام، يعني ايه سهل الحل بيه شويه على طول، يعني اللي هو الحل ده، انما وارد برضو تحل ده مفيش اي مشكله. طب لما اجي احل حتى سواء ده او ده، مساحه البرابله دي بتساوي ايه؟ دي مساحه البرابله دي اللي هي الكيرف ده، اللي هو الظل ده كده، الكيرف ده كده مساحته الحته دي تلت ده في ده، يعني ما الحته اللي فوق لو انا كملت دي هتبقى دي برابله اللي هي ايه تلتين مساحه المستطيل، يبقى الحته اللي تحت التلت، ما اللي فوق دي البرابله العاديه اللي احنا اتكلمنا فيها من شويه، اللي تحت دي تلت الطول ده في الطول ده. طب مركز البرابله دي فين؟ مركز البرابله دي اللي هي البرابله اللي هي بتبقى من التلت دي، بتبقى في الربع والتلات ارباع، يعني مش 3 على 8 و5 على 8 وتلت وتلتين، من هنا الربع ومن هنا الايه التلات ارباع، يعني كده 3 على 4، وهنا الناحيه التانيه ايه الربع، يعني طبعا انا برسم فري هاند كده بس بوضح احنا قصدين المكان، يعني هي 3 على 4 ودي الربع، وممكن احل على الاساس ده، او زي ما قلنا استخدم الشكل اللي هو ايه يعني الاشهر، ان انا احل دي كده 1600 وانزل البرابلم من فين من تحت. الحل ده صح والحل ده صح، في النهايه انت مطلوب منك تكامل الشكل ده مع ده. طيب رسمت ام نوت، بعد ما رسمت ام نوت هرسم الام واحد دياجرام، مكان المجهول بتاعي هحط 1 طن، المجهول اللي انا اخترته هو مين بالنسبه للمساله دي؟ هو الاكس اللي هنا اللي هي الواي بي. طيب احط ال1 طن ده لفوق او لتحت انا حر، يعني هو الدكتور هنا فرضه لفوق لكن مش هتفرق كتير لو فرضته لتحت، لو طلع موجب يبقى اتجاهه صح اللي انت فرضه، يعني لو طلع سالب معناه الاتجاه اللي انت فرضته غلط، لكن ده في النهايه مجرد فرض، عايز تفرضه لفوق ماشي، عايز تفرضه لتحت ماشي، احنا هنا فرضناه لفوق. لما اجي ارسم المومنت، طبعا المومنت عند البي في البدايه كده بصفر، هاجي ارسم ده من اليمين كده هلاقي 1 في 8 يديني 8 لدي السهم لتحت، لان الحمل ده المفروض لتحت اللي هو دي السهم كده لفين لتحت، تمام. ده شكل ام واحد دايجرام. طب لما اجي اكامل زي ما قلنا الدكتور استخدم الحل بتاع ان انا هستخدم البرابله دي كلها مره واحده، تمام. لما استخدم الحل بتاع البرابله اللي هي ايه من جري، يعني ما اتعامل مع انها مثلث وبرابله تنزل تحت، الحلين صح طبعا، هحسب ايه؟ هحسب مساحة البرابلة اللي فوق دي، ده عشان اجيب دلتا واحد نوت، يبقى دلتا واحد نوت طبعا تكامل محدد من ايه لبي اللي هو البارت ده، يعني بالنسبة للال ام نوت ام واحد على اي، بطلع الواحد على اي بره التكامل، يعني في النهاية بكامل تكامل عادي خالص. تلت احنا قلنا مساحة البرابلة دي عبارة عن تلت الارتفاع ده اللي هو 1600 في الطول ده اللي هو التمانية، فدي تلت في 8 في 1600، طبعا المومنت ده سالب المومنت ده موجب، فلما اضرب السالب في الموجب بقت الاشاره ايه سالب، تمام. فانا عندي تلت في 8 في 600، هنزل من الحته دي، الحته دي اللي هي ايه من مركز الثقل ده كده او مركز المثلث ده، هنزل اجيب الحته دي. لسه احنا شارحين ازاي اجيب المسافات دي، انا لسه قايل من شويه ان ده 3 على 4 والناحيه التانيه كام ربع، انت هنا عايز تجيب دي نسبة من التمانية، يبقى تروح تاخد النسبة البعيدة اللي هي ناحية اليمين اللي هي عكس اللي هي التمانية ناحية الشمال، يبقى 3 على 4 في كام؟ في 8، جبت الارتفاع اللي انا عايزه اللي هو الارتفاع ده اللي قصاد المركز بتاع البرابلة. لما اجي اكمل الشكلين دول مع بعض يطلع سالب 25600. طبعا الاي اي كونستانت، مش فارقة كتير في المسائل بتاعة الكونستانت ديفورميشن ان دي قيمة الاي اي، لان مش هتفرق كتير زي ما هنشوف بتروح في الاخر. فطلعت الدلتا واحد نوت سالب 25600 على الاي اي. طيب الدلتا واحد واحد اعمل ايه؟ الدلتا واحد واحد تكامل المثلث ده مع نفسه. طب يا عم اكمله ازاي؟ انا حر، يعني هو الدكتور محمد انا استخدم طريقه المساحه في المسافه، خد نص في 8 كان في مثلث تاني زي ده بالظبط مرسوم قصاده تحتيه، يعني كان هنا في مثلث تاني برضه زي ده بالظبط كده 8 في المسافه بتاعته، هو كاني بكامل الشكلين مع بعض. لما احسب مساحه ده نص في 8 في 8 وانزل هنا اجيب المسافه اللي على قصاده في الشكل التاني اللي هتطلع تلتين التمانية اللي هي يعني، او استخدم بقى القانون، انا بشوف القانون اسهل طبعا، يعني ممكن اقول ال على 6، يعني لو انا جيت اكتب هنا باستخدام القانون هيبقى عندي ايه اول حاجه ال على 6 ال بكام؟ 8، ف 8 على 6 8، لو انا استخدمت القانون يطلع نفس الناتج في الاخر على 6 اللي قصاد بعض، يبقى 2 في 8 في 8 اللي قصاد بعض في 2، 2 في 8 في 8، خلصت على كده. خلصت على كده ليه؟ لان كل الباقي بصفار، لان انت هتعتبر الطول ده صفر، ولما يبقى عندك مثلث زي ده تحت كده فبرضه الارتفاع ده صفر، فادي صفر وصفر راحوا مع بعض، 2 في صفر صفر راحوا مع بعض، 8 في صفر راحت مع بعض، صفر في 8 راحت مع بعض، يبقى انت ما عندكش غير 8 على 6، 2 في 8 في 8. طبعا دلتا واحد واحد ما ينفعش تطلع سالبه لانها كلها تكامل شكل مع نفسه، فلو الشكل سالب بتضربه في نفسه يبقى موجب، ولو هو موجب تضربه في نفسه برضه يبقى موجب، فكل اجزاء دلتا واحد واحد موجبه، وكل قيمه دلتا واحد واحد النتيجه النهائيه طبعا موجبه، انما دلتا واحد نوت ولا تطلع سالب ولا تطلع موجب. طيب بعد ما بجيب الحسبه دي بعمل ايه؟
ببدأ أعوض في المعادلة بتاعة الريفليكشن اللي احنا شرحناها من شوية، طبعا بأي مسمى، يعني دلتا بي في، هو الدكتور محمد بيتكلم الدلتا عن نقطة بي الفيرتيكال، مش لازم تكتب كده، يعني انت ممكن تكتب المعادلة على طول، هي دلتا واحد نوت زائد اكس واحد دلتا واحد واحد بتساوي صفر، اللي هي المعادلة بتاعة الوانس اللي احنا شارحينها وأثبتناها مع بعض من شوية. طيب دلتا واحد نوت عندي، سوري، واحد واحد عندي ودلتا واحد نوت عندي، اقدر اطلع الاكس. ايه الاكس دي؟ الاكس دي تمثل قيمة الرياكشن بتاعه اكس واحد، عشان يعني المجهول الاولاني اطلع قيمة الرياكشن، طبعا بتساوي سالب دلتا واحد نوت على دلتا واحد واحد، ودلتا واحد نوت ما انساش انها اصلا بالسالب، فسالب في سالب كانها بقت موجب على 512. طيب طلع الرقم، طبعا الرقم نفسه 512 على التلاتة، يعني طلع كسر، يعني مش التلاتة دي مش انا اللي حطيتها من عندي، هو انت لما تحسب الحسبة دي هتطلع 512 على التلاتة، يعني صفيها يعني، تمام، مش التلاتة دي مش حطيناها من عندنا على اي اي. طبعا طلع الرقم ده 150 كيلو نيوتن. طيب ايه ال 150 كيلو نيوتن دي بقى؟ نرجع كده نفكر دقيقة كده. ال 150 كيلو نيوتن دي اللي هي اكس واحد بتاعتي دي تمثل البي واي او الواي بي اللي هو الرياكشن الرأسي عند نقطة مين؟ عند نقطة بي. طيب قبل ما نتكلم كده تعال نفكر كده في اللي عملناه. ايه اللي احنا عملناه؟ انا شلت الواي بي، مين اللي فرضته بواحد طن؟ الواي بي برضه او البي واي. مين اللي بيطلع معايا من المعادله في الاخر؟ برضه البي واي تاني. يبقى اللي برجع اللي بشيل هو اللي بفرضه واحد طن، هو اللي بيطلع معايا من المعادله تاني، اللي بشيله هو اللي بفرضه واحد طن، هو اللي بيطلع معايا من المعادله. طيب بعد ما جبت من المعادله دي الاكس واحد بتاعي، المطلوب مني اني ارسم البيننج مومنت دايجرام. طيب ارسم بيننج مومنت دايجرام ازاي؟ قدامي سكتين، يعني انا كده جبت الرياكشن المجهول، قدامي سكتين. السكه الاولى سهله، ان انا بشتغل بالاناليسيس بتاع استراكشر واحد، اللي هو اقدر بسهوله جدا اطلع الرياكشنات، لان خلاص انا كان عندي اربع مجاهيل واربع معادلات. طيب طالما عندي اربع مجاهيل واربع معادلات، كنت او سوري ثلاث معادلات ما كنتش عارف احل، انما دلوقتي انا جبت مجهول من الاربعه، فبقت المجاهيل تعتبر ثلاثه والمعادلات ثلاثه، فبالتالي المجاهيل بتساوي المعادلات، فاقدر احل بسهوله. يعني هتعمل ايه يا عم؟ هكمل استراكشر واحد عادي خالص. يعني انا جبت ده خلاص ب 150، طبعا طلع موجب يعني قيمته صح، يعني اتجاهه صح. اعمل سمشن اف واي اطلع ده، من سمشن اكس اطلع ده، يطلع طبعا بزيرو مفيش حاجه. لو خدت بقى مومنت في اي نقطه اقدر اطلع ام اي، واكمل استراكشر واحد عادي، وارسم مني مومنت، ارسم شير، احسب رياكشن، اعمل اللي انا عايزه كله، ان ارسم نورمال، اعمل اللي انا عايزه. انما في حل تاني برضو، ده الحل اللي احنا بنستخدمه بقى فين؟ في النقط دي او في الايه، في الكونسيستنت انفورميشن، اني افضل اكمل بجزئيه الايه، السوبر بوزيشن بنفس الطريقه اللي هي نفس المعادله دي. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ايه اللي حصل في الديفليكشن. اللي حصل في الديفليكشن لو تفتكروا الشرح اللي انا شرحته في الاول، ان انا بجمع الكاميرا دي على الكاميرا دي، يديني الكاميرا الاصليه، يديني الكاميرا الاصليه في كل حاجه، تمام، في الديفليكشن، في المومنت، في الشير، في الرياكشن، في كل حاجه. طيب بس في مشكله في الكاميرا اللي هي بتاعت الواحد طن دي، ان القيم بتاعتها غلط. غلط ليه؟ لانها مرسومه بواحد طن، في حين قيمه الرياكشن الحقيقي مش واحد، ايا كان كام بقى بالنسبه لنا المساله دي 150. طيب مين اللي بيصلح الرياكشن؟ فاكرين المعادله دي لما اثبتنا مع بعض، مين اللي بيصلح الغلط اللي في الديفليكشن هنا؟ اللي بيصلح الغلط في الكاميرا اللي هي رقم واحد دي او الكاميرا اللي هي اللي تحت دي، هو قيمه الاكس بتاعتي. فالاكس هنا بتشتغل كانها معامل تصحيح للخطا بتاع الكاميرا اللي فيها الواحد طن، على اعتبار ان انت واخد قيمه الرياكشن اصلا غلط بواحد مش قيمته الحقيقيه. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان الكلام ده مش بس ينفع للديفليكشن، احنا استخدمنا الابلكيشن الرئيسي بتاع الديفليكشن عشان اقدر اطلع منه المومنت اللي او اطلع منه الرياكشن المجهول اللي عندي، انما الكلام ده ينفع استخدمه لكل حاجه. يعني ايه؟ يعني انا عايز اجيب رياكشن في اي نقطه، الرياكشن مثلا في اي واي ايه مثلا، واي واي اللي هنا ده بيساوي الرياكشن اللي هنا ده بيساوي الرياكشن اللي هنا في الكاميرا دي، يعني الكاميرا اللي هي بتاعت المين سيستم الاصليه، زائد الرياكشن اللي هنا في حاله الواحد طن، بس مضروب في حاله الواحد طن في غلط، اضربه في اكس عشان تصلح الغلط. طب انا دلوقتي عايز المومنت، ممكن استخدم نفس المعادله، يعني انا عايز ارسم مومنت هنا، في كام نقطه فيها مومنت مجهول؟ عندي البي مومنت بزيرو معروف، وايه النقطه الثانيه اللي انا محتاجها؟ عندي الاي، فانا محتاج احسب مومنت عند الاي. ممكن استخدم المعادله اللي اكتبها دلوقتي دي، ان الام اي الفاينل بقى يعني النهائيه بتاعتي بتساوي الام اي في حاله الام نوت، اللي هي الام اي بس في حاله الرسمه، انهي الرسمه الاصليه بتاعت ام نوت، زائد قيمة الاكس عشان تصلح الغلط، الاكس هنا بإشارتها بأي إشارة، يعني طلعت موجب أحطها موجب، طلعت سالب أحطها سالب، ماليش دعوة بالاتجاهات لأن أنا بتعامل معاها كأنها معامل تصحيح للمعادلة دي. زائد قيمة الاكس في قيمة مين؟ ام اي برضو بس في حالة الواحد طن،
يعني عايز تقول ايه؟ تعال نعوض في المعادله دي. ام ايه فاينل، انا عندي اول حاجه هنا سالب 600، سالب 1600 الرقم الاولاني، زائد قيمه الاكس بكام؟ قيمه الاكس طلعت معايا 150 باشارتها، ادي 150 مضروبه في مين؟ في قيمه الام عند الايه برضو اللي هي تحت هنا، اللي هي موجب 8. انا خدت طبعا الايه اللي فوق سالب واللي تحت موجب، اللي هي مضروبه في كام؟ في 8. احسب الحسبه دي يديك ال 400 اللي هي سالب 400. سالب 400 دي اللي هي قيمه الام ايه الفاينل النهائيه. يبقى ممكن بدل ما استخدم استراكشر واحد واقعد ارجع واطول شويه واعمل الكلام ده، السكه دي برضو ما زالت صح يعني، بس يعني ما الجا لهاش غير لما اكون يعني تايه متلخبط اطول شويه بس بحل صح. انما الاسهل ان اقدر استخدم السكه بتاع السوبر بوزيشن، اجيب المومنت عند اي نقطه انا عايز اجيبها، تمام؟ فهنا طلع المومنت عند الايه ب 400. طيب لما اجي ارسم مومنت الفاينل بقى، ماشي، ما عندي الايه سالب 400، سالب 400 ادي السالب مرسومه لفوق اهي، وعندي البي ب 0، طبعا بنوصل خط ايه منقط وعلق البرابلة. طبعا كفاية نعلق البرابلة، يعني الدكتور محمد بيصفي وبيديك النواتج لحد الآخر، يعني من الصفر كام. انما انا ممكن اسيب دي 50 في 80، يعني في 8 تربيع على 8، يعني ما عنديش مشكلة ان احنا نعملها كده، او ان انا احسب القيمة بتاعتها ايه بالتفصيل عادي، ان انا اجيب القيم الزياده. ايه القيمه اللي يا دكتور محمد كمان بيحسب الماكس عند الزيرو شير، يعني بيطلع كل التفاصيل في الرسمه. انما يعني احنا ممكن نكتفي بالداش ونعلق الخط النهائي. طب الرسمه النهائيه اللي هي الام فاينل دي، ده الفاينل بيننج مون دايجرام النهائي اللي هو بالاحمر ده. الرسمه النهائيه دي ما بظبطهاش، يعني ما بخليش الخط المنقط بقى حقيقي وانزل البرابلا تحت. والقصه دي، القصه دي بعملها امتى؟ لما اكون شكلها كامله في ام نوت، في ام واحد، ماشي الحاجات دي تتعمل. انما هنا ما تتعملش، تظبيط المونت ده ما بتعملش في الفاينل النهائي، ده المنتج النهائي اللي انا عايزه، ده النتيجه النهائيه اللي انا عايزها، فبسيبها زي ما هي. طب كان في حل تاني؟ اه كان في حل تاني، زي ما قلنا اني احول الفيكسد دي لهنجد. طب لما احول الفيكسد دي لهنجد، يبقى ايه اللي انا شلته؟ اللي انا شلته هو المومنت اللي عند الايه. طيب هنشوف مع بعض الحل التاني ده، ان انا لو استخدمت المين سيستم التاني ان حولت الفيكسد لهنجد، ساعتها الاكس بتاعتي بقت مين؟ بقت ام ايه. طيب مش انا تاني، نرجع تاني، اللي بشيله هو اللي بفرضه بواحد طن، هو او واحد بواحد ايا كان، انا شغال طن او كيلو نيوتن، يعني هنا واحد كيلو نيوتن بالنسبه للمسائل دي، المساله دي هو اللي بيطلع معايا من المعادله. يعني عايز تقول ايه؟ تعال نيجي في الحل التاني، نظر سوليوشن ده. في الحل ده انا هفرض ان الايه المجهود بتاعي حول الفيكسد لهنجد، فبالتالي الاكس بتاعتي بقت الام عند الايه. في الاول هرسم مينينج مون دايجرام، ده المين سيستم بتاعي اللي انا اخترته، شلت الفيكسد حولتها لهنجد. طبعا ما ينفعش تاني اشيل اكتر من اللي انا محتاجه، انا محتاج اشيل مجهول واحد، يعني مش هشيل بقى الفيكسد، لا هتبقى ان ستيبل، لا انا بشيل بس بدلتها لهنجد عشان اشيل مجهول واحد. طيب لما اجي احل الفيكسد دي بقت ايه سيمبل، الكاميرا بقت هنجل، بالتالي الكاميرا بقت سيمبل بيم. لو عايز ارسم مومنت هيبقى بسهوله جدا، دبليو ال سكوير على 8، مفيش اي حاجه غير البرابله دي، 50 في 8 تربيع على 8 هتطلع ب 400. طيب مين بقى اللي هفرضه بواحد طن المره دي؟ اه لا، المره دي انا شلت المومنت، يبقى هفرض المومنت هو اللي بواحد طن، تمام؟ فجيت فارض الاكس واحد كيلو نيوتن، يبقى فارض الاكس هنا اللي هي واحد كيلو نيوتن في متر، لان هو عزم يعني طول قوه في مسافه، وفرضته بواحد. لما اجي ارسم مومنت هنا هيطلع المومنت بكام؟ هنا بواحد قيمه العزم بتاعي عشان دي لسه المفروض انا فرضته، وهنا بصفر، واصلا ما بينهم اللي هي الرسمه اللي مرسومه تحت دي. بعد كده ببدا اكامل، طبعا التكامل برضو دلتا واحد نوت، دلتا واحد واحد، دلتا واحد نوت عباره عن تكامل البرابله دي مع المثلث ده، مساحه البرابله دي طبعا موجب في سالب بسالب، مساحه البرابله بتساوي ايه؟ او القيمه فوق معلش، مساحه البرابله بتساوي ايه؟ بتساوي تلتين ال 400 في 8 اللي هي الحته دي. طيب و انزل اجيب المسافة اللي قصادها على الشكل التاني، الواحد دي نصها قد ايه؟ نصها نص، لانها في النص بالظبط، فبالتالي نص الواحد. طبعا السالب بتاع الضرب الاشارة الدكتور حاطه هنا، يعني هي هنا، هي انك تحطه في الاول، هي ضرب الاشارات في النهاية سالب في كل الاحوال. طلع الرقم ده سالب 3200 على 3، والحاجات دي الدكتور يعني عشان بيكتبها بالكسر اللي بيطلع من الحاسبة يعني، لكن هي الرقم هيطلع لما تيجي تصفيه 3200 على 3، يعني تشوف الرقم كام على الاي، يعني هنا مفيش اي متغيرة. طيب دلتا واحد واحد تكامل المثلث ده مع نفسه، وتعمله برضه بالقانون، ممكن تقول اللي على 6 و2 في 1 في 1، او تحسبه بالمساحه في المسافه، في النهايه كلها حاجه واحده. هنا طبعا سالب في سالب بموجب، يعني في النهايه القيمه موجبه زي ما قلنا، دلتا واحد واحد دايما موجبه. طب دي دلتا واحد نوت ودي دلتا واحد واحد، فاضل اعمل ايه؟ اعوض في المعادله بتاعت الوانس. هنا الدكتور بيتكلم عن مين اللي انا الشرط اللي انا لغيته. طبعا ما تفرقش معاك كتير، احنا في النهايه بنسميها دلتا واحد نوت ودلتا واحد واحد، لكن لما نيجي نتكلم
تحليليا كده، هو الشرط اللي انا لغيته ايه؟ حولت الفيكسد لهنجد. يعني ايه الحركه اللي انا لعبت فيها؟ ما احنا بنلعب في الديفورميشن، تمام؟ لا، لما تحول الفيكسد لهنجد، كل اللي غيرته ان الزاويه عند الايه ما بقتش بصفر في الحاله بتاعت الام واحد، يعني يبقى انت عايز ترجع ان الزاويه عند الايه ترجع بصفر تاني. هو ده مبدا ثبات التشكل. انما مش لازم نكتب قصه الدلتا والكلام ده، يعني ده توضيح بزياده ان هي مين، نكتب المعادله وتعوض فيها. هطلع قيمة الاكس، ايه ده؟ الاكس ما طلعتش 150 زي ما المسألة فاتت طبعا، لان انا شلت مين دلوقتي؟ انا شلت العزم، فاللي بشيله هو اللي برجع احطه بواحد طن، هو اللي بيطلع معايا من المعادلة. طب يا عم ايه اللي حصل؟ ايه الحلين كده اختلفوا؟ لا طبعا ما اختلفوش، الحل النهائي واحد. انما انا هنا جبت، بدأت ان انا اجيب المجهول المومنت اللي عند الايه اللي هو 400، ومنه اقدر اطلع الواي بي اللي طلع معايا ب 150 لو انا عايز احله يعني. وممكن استخدم الحل التاني اني ابدا بمين اللي احنا من شويه، اني ابدا بالواي ومنها برضه اجيب مومنت اللي هيطلع 400، يعني النتيجه النهائيه واحده. انما انت بتبدا تختار تستهدف مجهول تجيبه في الاول، ده على حسب المين سيستم اللي انت اخترته. تاني، اللي بشيله هو اللي المفروض بواحد طن، هو اللي بيطلع معايا منين في المعادله. وطبعا رسمه المومنت هي هي. طبعا بكده يعني الابليكيشن بسيط كده على الكاميرات، يعني بعد كده هنخش في الفريمز على طول، لان الفريمات اتقل شويه، والبيم هو الفريم يعني كحل يعني، بس طبعا الفريم بيبقى اتقل في الرسم بتاع المومنت والكلام ده. زي ما احنا شايفين 90% من المساله رسم مومنت، يعني جزء استراكشر واحد، وطبعا التكامل بتاع الفيرشوال وورك، يعني جزئيه جديده بس هي حته معادله الايه؟ السوبر بوزيشن اللي احنا اتكلمنا فيها، وازاي اعمل المعادله واطلع الاكس، وازاي استخدم حتى المعادله بتاعت السوبر بوزيشن ان انا ارسم الفاينل مومنت. انما مفيش حاجه يعني اتقل من كده. عاده الدكتور محمد بيجيب فريمات في الامتحان، فيعني تركيزنا الرئيسي بعد كده هيبقى على الفريمز. انما في النهايه البيم ابلكيشن بتاعها زي الفريم، بس الفريم يبقى اتقل شويه. ده كده الجزء الاول من الكونسيستنت ديفورميشن. هيبقى لنا ان شاء الله جزء تاني، يعني انا رجعت لكم على الفيرتشوال وورك، رجعت لكم على الفكره بتاعت الطريقه، خدنا مثال كده بسيط، اتكلمنا في المين سيستم. هيبقى فيه يعني جزء تاني للفريمز ان شاء الله، هنتكلم فيه بامثله اكتر ومسائل امتحانات، وبالتوفيق ان شاء الله. وربنا يرفع عنا الغمه والبلاء بتاع الكورونا ده، وترجع الامور لوضعها الطبيعي ان شاء الله في اقرب وقت. ويعني هي فرصة ان احنا نتأمل ونتفكر، وهو وضع صعب واتفرض علينا كلنا، انما يعني افضل نبقى بعاد كده افضل من ان احنا حد لا قدر الله يجرى فينا حاجة، او يجرى لأهلنا حاجة، او بسببنا. فيعني برضو افضل من ان احنا نلغي الدراسة ونوقف الترم كله، وتبقى مشكلة بسببكم يعني، برضو تعطل حياتكم. وفرصة ان احنا نقرب من ربنا ونعم ربنا اللي ما كناش حاسين بيها، نعمة الامان، نعمة الاطمئنان، نعمة راحة البال، نعمة حتى الصحة، كل حاجة يعني. يعني اعتقد حتى الحاجات البسيطة اللي احنا ما كناش شايفينها او متعودنا عليها، على الاقل دلوقتي بقينا حاسين بيها. يعني كفاية بس علم الغيب، ان انت بتبقى نازل، انت ممكن كل واحد فينا عمر بيدي الله، ممكن يموت في اي لحظة يعني، ما حدش فينا هيموت ناقص عمر زي ما بيقول يعني. فانما يعني انت بتنزل من البيت ما انتش خايف من حاجه، رغم انه ممكن يكون قلق، دي حاجه دي في حد ذاتها نعمه، ان انت مش قلقان من حاجه، مش خايف من حاجه، مطمئن يعني. حتى لو هتموت دلوقتي ما انتش عارف، حتى الغيب ده في حد ذاته او ان انت تنزل من خايف، انا بشوفه نعمه يعني. ففي النهايه هو وضع صعب اتفرض علينا كلنا، وقصه ان احنا بنشتغل اونلاين وبنشتغل عن بعد، دي مش حاجه بمزاجنا، لا دي حاجه مفروضه علينا ومضطرين نتعامل معاها. احنا مش في اجازه يعني، عشان بس نبقى واضحين، احنا مش في اجازه، كون الدراسه متعلقه فاحنا مش في اجازه، احنا بنشتغل بنفس الطريقه. ممكن الدراسه ترجع في اي لحظه ويقول لك تعالى امتحن الترم، تعالى امتحن فاينل، فما تستغلش الوقت انك قاعد بتلعب، لا انت قاعد بتذاكر، قاعد بتشتغل، واحنا هنساعدكم قدر الامكان سواء دكاتره او معيدين. وانا شخصيا هحاول على قدر المستطاع، اللي عنده اي استفسار في الفيديو ده يبقى يسالني، هرد عليه. و جنرال حتى اي حد بره حتى الشغل بتاعي لو بيسالني في حاجه زي كده، او استفاد من الفيديو ان هو يترفع اونلاين على اليوتيوب، فاي حد محتاج اي حاجه من اي نوع يعني ما يتكسفش يسال في كومنت، او يبعت لي حتى على الميل او كده، وانا برد على الناس كلها. وبالتوفيق ان شاء الله، وربنا يرفع عنا البلاء ويرفع عننا الغمه دي على خير. اشوفكم في الجزء التاني ان شاء الله. السلام عليكم.